جايز بالحلقة الماضية تعلمنا كيف نكتب البروجرام تبعنا على الأردوينو، تعلمنا إذا بدكم السنتاكس. اليوم رح منفوت أكثر بالبروجرام، يمكن اللي حالكم إياه اليوم تعتبروه كايند أوف بايخ. نحن اليوم رح نتعلم كيف منضوي ونطفي لمبة، بس أكيد رح بس تخلصوا الفيديو تكونوا اكتسبتوا قصص تانية رح تستعملوها على طول وبكل البروجرام. خلينا نشوف. قبل ما نبلش نضوي ونطفي لمبة ونشوف البلينك اكزامبل بقلب الاردوينو، خلينا نحكي شوي اكثر عن شو بحاجة نحنا لهيدا التيتوريال. نحنا بحاجة للاردوينو اونو تبعنا، نحنا بحاجة للد، انا نقيتها صفرة، فيكم تنقوا حيالها لون، بحاجة لريزيستانس، الريزيستانس فيها تكون 220 اوم او 330 اوم، او حيالها ريزيستانس تانية فوق ال 220 بتمشي معنا. وخلينا نقول انه كل هودي الاغراض اكيد بتلاقوها بالكت تبعكم اذا اخذينا من عنا، وبدكم بريد بورد وبدكم مجموعه شرايط. بالاول رح نبلش نفسر شوي عن البريد بورد. البريد بورد يلي عم نشوفها ان فات هيدي البريد بورد بتكون مقسومه جزئين. عم نشوف انه بالنص عندنا زيح ابيض، هيدا الزيح الابيض بيقسم الشقفتين. هون على هيدا الزيح ما فينا نقطع كهرباء من ميله للتانيه الا ما نحن نوصلهم بشريط. هيدا اللي عم نشوفه على الاطراف عاده بنستعمله تنحط بقلبه سورس دوكورون تبعنا، يلي هي مثلا بتكون الباور سبلاي يلي يعني عندنا اياه. بنحط على الاحمر البوزيتيف وعلى الازرق النيجاتيف بار كونفنسيون، مش مجبورين فينا نقلبهم، بس انه هيدا بار كونفنسيون اكيد. اللي عم نشوفه بالنص عم نشوف خمسة ترو حد بعضهم، كل لين فيها 5 ترو، بيرجع عندنا فراغ بيرجع عندنا 5 ترو حدهم، والتروات هن باراليل على بعضهم لا تتخلص. هيدي البريد بورد معروفة بالبريد بورد 830 لأنه فيها 830 نقطة، فيها 830 بوينت. دونك عم نشوف هون قدامنا انه هيدا البريد بورد يلي عم نحكي عنها هي 830، عم نقول انه في 5 بوان على كل ميله، هودي ال 5 بوان دقين ببعضهم، يعني اذا انا بدي اوصل شغله ما في اوصلها على البوينتس اللي هن حد بعضهم، بدي اوصلها من بوان بقلب هيدا اللين للبوان بقلب ثاني لين. حيلا شيء بحطه بهيدا اللين، اذا مثلا بجيب 5 فولت تنقول وبشكها بهيدا اللين رح تعطي للبوينتس يلي حدها، مثل ما عم نشوف السيرك هودي البوينتات هن لبعضهم وهودي البوينتس هن لبعضهم. إذا بدنا نشك ريزيستانس بنحط الريزيستانس إجرة على أول لين بأول كولون، وبنحط الإجرة الثانية على نفس الأول لين بثاني كولون أو حيلا مطرح بتطال فيها، أهم شيء بنحطها على نفس اللين، الإجرتين يكونوا على نفس اللين لأنه بكون عم نعمل كور سيركوي. هلا اكيد عم تسالوا حالكم ليش عم بحط ليد وعم بحط معها ريزيستانس، لانه الليد تبعنا هي 1.2-1.3 فولت والاردوينو على السورتي تبعها رح تعطينا 9 فولت. هلا بتقولوا لي ما في يطلع السورتي من الاردوينو 1 فولت، فينا بس رح نشوف كيف بعدين. اليوم نحن بس بدنا نعرف كيف بنضوي ونطفي اللمبه، مشان هيك عم نحط معها ريزيستانس تهي تاخذ الفولتاج البقوي. كمان هلا بهيدا الفيديو رح نشوف اكثر تفسير عن الليد والريزيستانس والفولتاج. تنقدر نقرا ريزيستانس في عنا كود كولر، هيدا الريزيستانس اللي انا مسكها بايدي اكيد لها كود كولر مثل كل الريزيستانسات يلي موجودين يلي هن 2 وات ونزول، لانه ابارتير دو 3 وات ببطل لها كود كولر، بتصير بلوك ابيض ومكتوب عليها الرقم، دونك ما في لزوم نعرف الكود كولر تنشوفهم. عم نشوف الكولر قدامنا، منشوف انه الارجان هو موان 2، الذهبي هو موان 1، الاسود هو 0، المارون هو 1، الروج هو 2، اورانج 3، جون 4، فير 5، بلو 6، فيولي 7، الجري 8 والبلان 9. كيف بنحسب الالوان؟ اون فات بنبلش نقرا مش من مطرح ما عندنا لا ارجان ولا اور، يعني نحن هون عندنا الذهبي والفضة على ميلة اليمين، ما بنقرا من هالميلة بنقرا من ميلة الشمال.
تنقدر نقدر الريزيستانس تبعنا. كيف بنعمل؟ بنمسك الريزيستانس بايدنا بطريقه انه الخط الفضي والذهبي يكون عن اليمين وكل الخطوط الباقيه تكون عن الشمال. الخط يلي بيكون عن اليمين يلي هو فضي او ذهبي، هيدا الخط عاده بيعني التوليرانس تبعها للريزيستانس. هلا كل الخطوط يلي بتكون على الشمال مثل ما عم نشوف قدامنا هي بتحدد، اول خط بيكون رقم، ثاني خط بيكون رقم، ثالث بيكون رقم، الرابع عاده بيكون الملتيبلاير. فور اكزامبل مثل ما عم نشوف قدامنا عندنا ريزيستانس هي 330 اوم، عم نشوف انه اول خط هو اورانج، ثاني خط هو اورانج، ثالث خط هو البراون، والباقي معنا يعني معنا خط وبيرجع بيكون عندنا الخط الفضي. ان فات اول خط هو اورانج دونك عندي 3، ثاني خط اورانج دونك عندي 3، ثالث خط هو البراون يعني عندي 33 فوا 10 اكسبوزان 1 لانه البراون هو 1، دونك 33 فوا 10 اكسبوزان 1 بتعطيني 330 اوم. إذا عم نحكي فور اكزامبل عن ال 10 كيلو مثل ما شايفينها قدامكم، أول خط هو المارون عم بيعطيني 1، ثاني خط هو النوار عم بيعطيني 0، دونك صار عندي 10، و10 كيلو يعني 10 فوا 10 اكسبوزون 3 لأنه كيلو، فثالث خط مثل ما شايفينه هو أورانج، دونك صار عندي 10 فوا 10 اكسبوزون 3 يلي هي 10 كيلو. دونك هلا صار فيكم تقروا حيلا ريزيستانس جبتوها، بكفي بس انكم تطلعوا على الكود كولر تبعكم وبيمشي الحال. ديود ليد اللي عم نشوفها هلا، الاجر الطويله بالديود ليد هي البوزيتيف والاجر القصيره هي النيجاتيف. هيدي الديود حيلا مطرح حطيتوها على الضوء بتشوفها وقت تحطوها على الضوء بتشوفوا زيح مكسور بقلبها اذا بدكم، يعني هيك زيح فاضي عنده كيرف مثل ما عم نشوف بالصوره. هيدي الكيرف يلي انتم عم تشوفوها يعني مطرح ما بتبلش بتكون بوزيتيف ومطرح ما تخلص بتخلص على الاجر النيجاتيف. اوكي خلينا هلا نشوف الكود تبع البلينك اكزامبل بالاردوينو ونشوف كيف بدنا نوصل الاغراض على الاردوينو وكيف بدنا ننزل البروجرام تبعنا تيمشي. اوكي مثل ما اتفقنا هلا رح نفوت على فايل اكزامبلز بيسكس بلينك، رح نشوف شوي هذا الكود يلي كاتبين لنا اياه الاردوينو. اوكي عندنا فيرست مثل باراجراف كومنتير بيشرح لنا اكثر عن الكونتينيو تبع هذا الكود. هلا نحن رح نفز هذا الباراجراف ونفوت دغري على الاسطر يلي بتهمنا. بالاول بالفويد سيت اب عم نقول له انه البين مود يلي اسمه ليد بيلت ان هو رح نستعمله اوتبوت. هدف هذا البروجرام انه نضوي ونطفي الليد. هلا على الاردوينو على البورد عندي ليد بتضوي وبتطفي، رح بنشوفها وقت نكون عم نركب رح اقول لكم عنها. هيدا الليد هي ليد بيلت ان، دونك في استعمل عباره ليد بيلت ان او في استعمل تريز، دونك سواء حطيت تريز او حطيت الليد بيلت ان اثنيناتهم بيزبطوا. هي لانه كونكتد على الديجيتال بين يلي رقمه تريز. هلا هون انا مثلا في حط تريز، في حط اونز، في حط ويت، في نقي حيلا ديجيتال بين عندي. تحت وقت نكون وقت نفوت على الفويد دوب، لكن انا مثل ما اتفقنا بالفويد سيت اب بنحط القصص يلي بدنا نعملها مره وحده وما منا ما لنا معنا نعملها كذا مره. دونك انا مره وحده شو بدي اعمل؟ بدي اقول له انه هيدا اوتبوت، خلص بيكفي انه اقول له اياها مره وحده بيتعلمها كل حياته. باللوب بدي ضلني عم بعيد، دونك انا عم ضوي وطفي لمبه، دونك بيجي بقول له ديجيتال رايت. ليش ديجيتال رايت؟ لانه اتس ديجيتال بن، دونك بالديجيتال بنز بستعمل عبارة ديجيتال رايت تكتب على هيدا البن، يعني اسمها بيحكي عنها بدي اكتب على البن، دونك بقول له اكتب لي على البن ديجيتال. لو كان البن انالوجي كنت قلت له انالوج رايت، دونك انا هون بقول له ديجيتال رايت. هلا شو بدي اكتب بالديجيتال رايت؟ عندي دو بارامتر بدي اعطيها اياها. هيدي ديجيتال رايت هي فونكسيون، هيدي الفونكسيون بتاخد ان بارامتر، اول شيء هون بتاخد رقم البن، دونك هون ليد بيلت ان فيها تكون تريز، فيها تكون اونس، فيها تكون حيالله رقم ديجيتال نحن نقيناه، وهون يا هاي يا لو. هلا شو يعني هاي؟ هاي يعني 5 فولت يعني ضوي، لو يعني 0 فولت يعني طفي. دونك انا بكون عم بشتغل وقت اقول له هاي يعني كانه عم طلع كهرباء من هيدا البن يلي هي عباره عن 5 فولت، وقت اقول له لو بكون كانه عم طلع 0 فولت من هيدا البن كانه عم طفيه اذا بدكم. دونك انا هون بقول له ديجيتال
رايت لاد بلت ان هاي بليز ضوي لي هيدي اللمبه ديلي الف يعني انتور ثاني ديلي بالاردوينو بتعد ملي سكوند. دونك انا هون عم انه انتور الف ملي سكوند يعني انتور ثانية. كل الف ملي سكوند هي ثانية. هلا بالديلي شو ما يصير عندي هون البروجرام ليترال ما بيوقف ثانية، يعني ما بقى بيعمل شيء بس بيوقف ثانية. بيرجع بالسطر اللي بعده بقى تخلص هيدي الثانية بقول له انا اوكي طفي لي اياها لللمبة لانه حطيت له لو، بيطفي اللمبة بيرجع بينطر ثانية تانية بيرجع بيوصل على الاكولات تبع اللوب. شو بيعمل؟ بيخلص. بما انه هيدي هي لوب بده يرجع يعيد وبده يضل يعيد عن عطول. دونك بيرجع بيوصل لفوق بيدور لمبه بينطر ثانيه بيطفي بينطر ثانيه بيطلع بيدور بينطر ثانيه بيطفي بينطر ثانيه. دونك هون اذا بدكم انتم تتسلوا مثلا فيكم تزيدوا على هيدا البروجرام، سوري فيكم تزيدوا على هيدا البروجرام هون مثلا فيكم تقولوا له ديجيتال رايت تنقول دوز فيرجول هاي وترجع تقولوا له ديلي ثانية ترجع تطفوها مثلا تقولوا له ديجيتال رايت دوز فيرجول لو بوان فيرجول. هون ما بدنا ننسى البوان فيرجولات بقلب كل اخر جملة بنكتبها لانه مثل النقطة بالجرامير. هون بدنا نحط بوان فيرجول نرجع بنحط ديلي الف وبوان فيرجول. دونك هون شو بكون عم بعمل؟ مثلا بكون عم دور لمبة يعني محطوطة على التراز بنطر ثانية بطفيها بنطر ثانية بدوي الدوز بنطر ثانية بطفيها بنطر ثانية. دونك فينا نعمل هيك وفينا هودي نغيرهم. دونك بهالطريقة نحن بنكون بس عم ندوي ونطفي لمبة. أهم شغلة نضلنا ذاكرين ديجيتال رايت لأنه هاي كمان رح نستعملها بعدين بكتير قصص، ونضلنا ذاكرين البن مود يلي شفناه من قبل. خلينا نشوف كيف بدنا نركب هيدا البروجرام تبعنا على الاردوينو. رح قلكن انه هون بس بيكفي نعمل فيريفاي لهيدا الكود يلي هو اصلا اكزامبل. دونك بنعمله ديجا فيريفاي بس بنرجع بنعيدها. وما بدنا ننسى انا هلا ماني شاكك الاردوينو بس ما بدنا ننسى انه بدنا نفوت على التولز ننقي انه نحن عم نشتغل على اردوينو اونو، نرجع نفوت على البورتس ننقي هون التالت وحدة اللي يعني هي بتكون السيريال بورت وقت نشكل اردوينو بتبين اكيد حنشوفها وقت نشكل اردوينو، وبنعمل ابلود وبدنا نرجع نشوف اللمبة عم بتضوي وتطفي. خلينا نشوف بالاول كيف بدنا نركب الاغراض على الاردوينو. كرمال اللاد مثل ما قلنا قبل الاجر الطويلة هي البلوس والاجر القصيرة هي الموا. انا اخترت لاد صفرة بس انتو فيكم تنقوا اكيد غير لون. هلأ كرمال الاردوينو بورد هون هي البلت ان لاد يلي انتو شايفينها. دونك النيمرو 13 يلي موجود هون هو ذاته هي ذات اللاد يلي موجودة هون. هلا نحن نقينا هيدا البريدبورد يلي هي بريدبورد صغيرة مثل ما انتو شايفين. هيدا البريدبورد هون هول الخمسة بيكونوا موصولين سوا وهود الخمسة بيكونوا موصولين سوا. انا اذا بدي اوصل من هيدا الاردوينو على اللاد لكو كيف رح وصل. رح حط الريزيستانس تبعي على بن نيميرو 13 صحيح مزبوط وبوصلها هون. هلا اللمبة الاجرة الطويلة بدي احطها عندها والقصيرة بدي احطها مطرح تاني. ليه حطيتها حدها؟ بصيروا نفس النقطة مثل ما شايفين، وهيديك بحطها حيالها مطرح تاني. بجيب جامبر يعني هو مال بشكه حد هيدي الاجر بس شكه حدها يعني صاروا نفس النقطة وبرجع بحطها على لمة. وهلا بوصلها على الكمبيوتر. منفوت على تولز. هون عند الاردوينو اونو يلي نحن نقيناها هون بننقي السيريال بورت يلي نحن دجا عنا اياه وبنعمل ابلود للكود تبعنا. واكيد وقت نعمل ابلود بيرجع بده يعمل له كومبايل عن جديد وبيعمل فيريفاي وكل هودي. وبنشوف نحن على البورد مثل ما عم بتشوفوا اللاد البلت ان عم بتضوي وبنفس الوقت اللاد يلي محطوطه على البريد بورد عم بتضوي. لكن الاثنين لاد عم بيضووا وبيطفوا. لكن بهذا الفيديو تعلمنا عن اللاد، تعلمنا عن الريزيستانس، تعلمنا كمان عن البريد بورد، عن كيف بعمل فاريبلز بقلب الاردوينو اتليست ان انتجر وانز، وكمان تعلمنا كيف بننزل بروجرام بقلب الاردوينو وشفنا الديلي فانكشنز وشفنا كيف بعمل المود كيف بنقي المود تبع البن اذا كان انبوت او اوتبوت.
نو خلصت حلقتنا لليوم. الفيديو اللي رح يكون من بعد هيدا هو بروجكت فيديو، عملنا هيك بروجي مهضوم وصغير، بس رح حمسكم تكملوا التوتوريال تشوفوا وين فيكم توصلوا من بعد ما تتعلموا كل القصص عن الاربينو. بحب اكيد اشكر الراعي الرسمي لهذا التوتوريال شركة سي بي الكترونيكس، فيكم تتواصلوا معنا عبر الويب سايت تبع الشركة او عبر رقم التليفون اللي عم يقطع باسفل الشاشة، فيكم تتركونا اسئلتكم بالكومنتس تحت الفيديو، وفيكم تتواصلوا معي انا شخصيا عبر التويتر اكاونت. ميرسي لكم، وما تنسوا تعملوا لايك subscribe.